بدأ يتحرك في جهتنا وبالتالي الجهود مبذولة في إذكاء الوعي لا تضيع، قد نحتاج لزمن لتقييمها لكنها لا تضيع. هذه ملاحظة أولى أود أن أتقسمها معكم. ملاحظة ثانية، كان هناك تفاوت في المعلومة بين المشاركين والمشاركات باعتبار زمن تحضير الخطة الاستراتيجية. مستوى الاندماج ديال واحد مجموعة 6 و7 الناس ماشي هو 6 7 15 13، واحد اللي كان بيان امبليكي في البروسيس كله. دونك الناس اللي جاو جدادين كنطرحت شوية الصعوبة باش نسيروا الورشة في الورقة المنهجية التقنية اللي وجدتها الأستاذة مشكورة رفيقة عفوا. دونك كانت اون بتيت ديفيكولتي مي اون بيان دوزنا الأمور كيف بغينا ندخل. كذلك هناك توصية عامة تتعلق أن الوثيقة مشات لي زاكسيون زوبجيكتيف ولكن مزيان تكون معززة بلا فيزيون استراتيجيك. كيف نريد هذه الفئات في جهتنا ان تكون في زمن كذا مع النموذج التربوي او المغرب الذي نريد لسنوات طويله. كانت ملاحظه تشارك علاش ما شاركناش بزاف، علاش ما كانتش قاعده مشاركه في عدد الوثيقات. استاذه يسرى ديما نسيت اسمك ومجموعه الاصدقاء والصديقات اللي شاركوا في السؤال العلنيه. هذا الامر كيتعلق بمقارنه منهجيه دقيقه عندها معايير ديالها عندها الكاتيغ ديالها. بالتالي هذا الاعلان كان فيه لاكاليتي كان فيه كذا، ولكن كانوا لي بيرسون غوسوس اللي وفروا الماده وكانت مصالح الدوله اللي وفرت المعلومات الوثائق من اجلت ان لاكاليتي دو طابوكا جلسات مع المسؤولين في اطار التواصل معهم باش تكون لو سينيرجي ولا كونفيرجونس ما بين لي زاكسيون اللي تقترحوا. نعطي ملاحظات وبعض الاضافات في المحاور كلها بشكل سريع على اساس ما لم اذكره فهو مصدق عليه. تقريبا ما كاينش حد يعني كاين مصدق على كل ما كاين. بعض التدقيقات احيانا في اللغه في الصيغه فصل بعض الاجراءات عن بعضها باش تعطي لي فيزيبيليتي بلس. وبعد ما نركز على اللي ضاف، نركز على بعض الملاحظات اللي ضافوا بلا ما نشغلوا راسنا بالتصنيفها واش اجراء واش نشاط واش عمليه. الستاندار ديال التكنيسيان اللي كيخيطو دوك خليو هاد العمليه غادي اقوي ما تحاسبونيش واش هذا اجراء واش هذا نشاط واش هذه عمليه غادي يشتغلوا عليه اقوي. المحور الاول متعلق بتسهيل ولوج الخدمات الصحيه وتحسين جودتها والرعايه الاجتماعيه. في الحقيقه كلشي استحسن ديك الابليكاسيون. دونك اكدوا على ديك الابليكاسيون ديال السيرفيس الخدمات اللي كتقدم تكون في الابليكاسيون نيميريك، ولكن هذه الابليكاسيون خصها تكون والجاري في حد ذاتها من منظور تنوع الاعاقات، تكون منفتحه على الشباب باش يشتغلوا في هذا البروجي وتكون قاصده للشباب ايضا، ولما لا تفتح فيها بعض الخانات فين ممكن تكون فعاله وتضاف فيها معلومات اجور فين ممكن تكون يعني سوبل وممكن نطورها بطريقه دقيقه جدا. تم اقتراح ايضا انه المعينات اللي غادي تشرى فيما يتعلق بالحملات التدخل والحملات الصحيه المجال القروي تكون ذات جوده. معروف في المغرب مجال المعينات الاعاقه كتجي من دوله واحده وكنمشي له رخيص وكاين بروبليم سونتي في العلاقه مع ليزيد تكنيك. دونك نانسيست على لاكاليتي ديال الماتيريال اللي غاتشري كونفيرون منظمه الصحه العالميه باش نكونوا في لي نورم ديالنا. ونيفو دي زاكتور تم اقتراح اضافات التعاون الوطني لانه كيدخل طاري مشروع برنامج التماسك فهو كيدخل في الشبه الطبي بتمويل وبدعم وبالتالي يكون هو فاعل اساسي في هذا المحور. استاذ زين مقترح باش تقوم. كان اقتراح اضافه شبكه جمعيه الاعاقه طرف اساسي باعتبار البعد الجهوي لهذا الموضوع. من الاحسن تكون شبكات جمعويه هي اللي كتشتغل مع الشبكات المحليه ومع المنظمات الوطنيه ذات التخصص. دعم مراكز الخدمات المراكز ديال الجمعيات كاين مراكز الجمعيات تاهو تكون تعطي لها اولويات لونفورسمون انستيتيسيونيل ديالها باش يمكن لها دير لي سيرفيس الجمعيات. استحضار الاعاقه العميقه تدخلات الى دير فاسونتي امكانيه الخدمات الشامله المركزه بعض السيتياسيون دو ميكاب. وكذلك اقتراح تعزيز تطير الخدمات وتعزيز فريق الاطر البحث على السياق التعاقدي ممكنه ما بين الجهه وباقي المصالح باش لونكادمون اون نيفو دو غوسوف زعما يطلع لان عارفين كاين بروبليم ديال التخصصات. في هذا الجانب تقترح الاجراء المتعلق ببرنامج التاهيل المجتمعي يوقش ومن يعرف برنامج التاهيل المجتمعي في مكانه ليس هنا، لان برنامج التاهيل المجتمعي هو في حد ذاته استراتيجي ادوبتي بار منظمه الصحه العالميه الامم المتحده في مجموعه اخرى دخلت المغرب في 96 كيكون فيه بلان داكسيون كيكون فيه فاعل. وبالتالي المجموعه تقدر ان ما عندهوش مكان هنا هو فلسفه في العمل وبالتالي هو بشكل او باخر استراتيجيه برنامج التاهيل المجتمعي. اذا يحترقون ان يحدث الاجراء متعلق بتعميم تجربه برنامج التاهيل المجتمعي لاننا في فلسفه التاهيل المجتمعي والدمج الشامل اللي كنخدموا به هنا باش ما ندخلوش شي كونفيزيون ديال ليزابوش دو ترافاي. وكاين الناس اللي كيخدموا على هذا التقائي معنا. طبيعي الدمجه في المحور الثاني ديال طبيعي الدمجه
تحط انه خصنا نستحضروا برنامج الوطني اللي نطلق في 2019 وغيتسالى في 2027، برنامج الوطني للتربيه الدامجه اللي فيه الاولويات اللي هو في مرحله اعطاء مضامين لما ولد من اليات عمل داخل برنامج الوطني. حتى شي حاجه ما موصوفه، لا قسم التربيه الدامجه شنو هي بالدقه، لا المركز المرجعي شنو هو، لا غرفه الدعم شنو هو. بالتالي المجموعه تثبت اقتراحات اللي كاينه وكتبقوا نخدموا على نموذج الدراسه الدامجه، نخدموا على نموذج ثانويه دامجه من منظور الصم وباقي الاعاقات، ولكن نركزوا على الصم لان كاين بروبليم داكسي الصم في مرجع الامتحانات الثانويه. نحولوا مركز تحسين ومركز طنجه المكفوفين نزيدوه حتى هو اشتروا ليه، يتحول مركز مرجعي للتربيه الدامجه للمطارق الان كيدير التربيه المختصه وكيدعموا، وايضا خلق هادو الاقتراحات اللي كاينه في هذا الاتجاه، ونخدموا على نموذج غرفه الدعم. لأنه قريب الدراسة الدامجة سي أنك في الحقيقة، ولكن إذا ماذا نقصد بغرفة الدعم التي تدعي متدخلين في التربية الدامجة وسط التربية؟ وهذه الاقتراحات وهي في قلب البرنامج الوطني في الانتقالية 100%. تشري ما كانش عندنا اقتراحات بزاف حقيقة بشي واضح، دراسة غنوزو نزلوه كانت دعوة إلى تغيير بعض السلوكات وتبسيط المساطير فيما يتعلق بلاكسيليزون ديكاب. حتى نموذج التماسك الاجتماعي، التماسك الاجتماعي باش تدخل تاخذ 60 كيلو مع الليل، ولكن خص شويه المرور العيب. وما نقول لكمش عندك معهد ديال الكري ولا عندك لاتيستاسيون، الا انا في داري الوالدين اللي عطاني كراج عطاني غرفه قد ندير لها بتي بروجي، كنمشي شويه المرور لا في لابراتيك ماشي في لينوك في الممارسه. دونك خطو السيرو كنشتغل على خطتها بتفاعل قوي جدا، تبادل التجارب ما بين بعض المنظمات، عملوا ديك الفتره اللي نشتغلوا مع لابي، داروا لاناليز ديسبوزيتيف لابي في الاعاقه، دونك كنتسارقوا عليهم يتبادلوا معنا ليكسبيريونس ديالهم. الولوجات ما كانش عندنا كونشوز في الحقيقه، ركزنا على مزيان ركزوا على المشاريع المهيكله في الجهه، مادام هادشي عنده بعد جهوي، فتكوين المتدخلين في هذه المشاريع المراقبة واليقظة في العمل معهم، وأيضا أننا نختاروا شي مدينة نديروا فيها نموذج ديمولوجيات في النقل الحضري، نموذج المدينة فيها لو ديبلاسمون إيربا أكسيسيبل للمواطنين كاملين، بيرسبكتيف جون مهاجرين للإعاقة كإكسبيريونس بيلوت ليهم لو كونكتوري ولا غير ذلك. دونك هذه الإضافة اللي كانت تقترحوا بعض المحاور إضافية كمحاور استراتيجية، ولكن للتفكير اللجنه هي اللي كنتقرا فيها محور عرضه للبحث العلمي التطبيقي لا ريشيرش اكسيون سيرتو في الاكسيون دي كاب لو بروا لو جون كنقول عندنا لونيفرسيتي خصنا نستعملوها وسيرتو الحياه التطبيقيه وردت بعض المحاور اللي حنا بغينا يكون عرضا اتكال الوعي يمكن جمعوا لي زاكسيون كامل اتكال الوعي نديروها عرضانيه تاخذ من الخطه استراتيجي طرح ان لا بروتيكسيون لا بريفونسيون دون دي كاب عندها تدخل موقف الصحه ولكن نقدروا نراجعوا الاتجاه الى الجهه اللي تحت المرتبه الثانيه زايده على واحد الوطن 6 درجه من 5 فيرغيل الى 11 فيرغيل، بالتالي لي ان بروبليم خصنا لا بريفونسيون. دونك تختار هذا الموضوع ما يكون كونسيرسال ما يكون خاص واضح. تختار حتى موضوع المشاركه السياسيه على شيء علينا بدوننا، لماذا نفكر في المستقبل القريب في مداخل الديمقراطيه التشابكيه في هذا المحور، ولكن هذه محاور للتفكير. اليات التواصل والتنسيق مجموعه تدعي كل ما ورد في الوثيقه، وكتقول ايضا جعلوا اليوم الوطني مناسبه. عندنا اليوم الدولي 3 جانفي، عندنا اليوم الوطني 30 مارس، دونك مزيان في الجورني ناسيونال ايضا نسيبغيو نديرو شويه كومونيكاسيون بطريقه واضحه عاد في الجورني انترناسيونال.